نتحدث في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية عن المسح على الخفين. ثامناً، لو أن الإنسان لبس، وهذه مسألة للجنود، ما يسمى بالبسطار. البسطار هذا يغطي الكعبين، يغطي الكعبين، فهل له أن يمسح عليه؟ نعم، له أن يمسح عليه، وذلك بعدما يتوضأ. فإذا لبسه وحضرت الصلاة وأراد أن يمسح عليه فلا إشكال في ذلك.